اهلا وسهلا فيكم مجددا في يوم جديد. اليوم رح نحكي عن مبادرتين مهمات، مبادرة هذا رأيي ومبادرة مجتمع خالي من التنمر. كنا نحكي مع صاحب هدول المبادرتين وهو الأستاذ رعد الكسوس، قال لي أنا مدرس بس التعليم وأنك تكون أستاذ مش مهنة، هي رسالة، وهذا الإشي كتير مهم أنه لما يكون المعلم صاحب رسالة بشوف إيش الأشياء اللي عم بتصير عند الطلاب، إيش النقص اللي عنده الطلاب، إيش بحاجة الأمور اللي بحاجتها الطلاب، وبيقوم في إيجاد هذه المبادرات. فاسمحوا لنا نصبح على الأستاذ رعد الكسوس لنتعرف أكثر على هذه المبادرات وقديش بالفعل أثرت على الطلاب وعلى الشباب والصبايا اللي بدرسهم. صبحك بالخير أستاذ رعد، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ويعطيك العافية. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية، وبرنامجكم هالبرنامج المبدع الله يخليك على قناة الوطن، قناة الشعب الأردني كامل. الله يخليك. أنا أول شيء أنا بدي أشكركم على استضافتنا اليوم، وهذا دليل على اهتمامكم واجبنا بأي قضية بتمس المجتمع. نعم. والحديث اللي بدأنا فيه قد ينظر إليه البعض أنه هي مبالغة، دائما بنحكي التعليم رسالة، ولكن بالنهاية بنشوف أنه هذا يعني هذا التعبير قد يكون أنه مبالغ فيه، بيقول لك لا هاي مبالغة، ولكن فعليا إحنا والمبادرات اللي أطلقت مع ظرف، فكانت كرد فعل، واليوم تعلمنا أنه لا إحنا نقدم الفعل على رد الفعل. المبادرة طلعت بال 2020، أنا كمطلق للمبادرة بال 2020 مع جائحة كورونا اللي كنا دائما نحكيها، ربنا يحمي هالوطن، آمين، قيادة وشعب ويحمي الإنسانية والبشرية جمعاء. كانت ظروف صعبة. المعلم إذا إحنا فعليا هي مش مجرد وظيفة، هي رسالة، هي أنا بالنهاية بتعامل مع جزء مهم مشان أبني مجتمعي للمستقبل. جائحة كورونا لما صادفناها وحاصرتنا ودخلنا في موضوع أنه التعلم عن بعد، بدي أدخل هلأ كيف بداية المبادرة. نعم. كانت القضية أنه بعد ما بدأنا في موضوع التعلم عن بعد بدنا نشوف ردود الأفعال. صحيح. فكان التوجه وزارة التربية والتعليم أدلت بدلوها دفاعا عن قراراتها، إدارات المدارس والأولياء الأمور دخلوا في مناكفات مشان موضوع أنه استفدنا ما استفدنا، مشان نأخذ أقساط ما نأخذ. المعلم بذل جهد ولكن ما حدا توجه للطالب، للطفل برأيه اللي هو اتجاه التعلم بالضبط، اللي هو محور عملية تعليمية، كان هو اللي خاض التجربة. فبدأت بأنه أفكر طيب ليش ما نعطي مساحة لهالطفل يعبر عن رأيه. فعليا اكتشفنا قدرة عظيمة، قدرة هائلة عند هالطفل هذا. أعطيناهم مجال، أعطيناهم مساحة، عبر عن رأيك، اعرف كيف عبر عن رأيك. دائما انظر للموضوع حتى التعلم عن بعد، انظر إلى إيجابيات ولا تنظر إلى السلبيات. ما في إشي بحياتنا سلبيات، في تحديات. يعني كان هدفي أنه نعمل على تطوير المهارات عند الطلاب وعند الأطفال. الطفل في هاي المرحلة مروا في مرحلة انقطاع عن مجتمعاتهم، بطل في مهارة التواصل. طيب انت لما تسمع الآخر صفى فيه انه في حوار بين الأطفال بين الطلاب ما بين التجارب اللي خاضوها. ليش؟ لانه المبادرة لما انطلقت على مستوى طلاب داخل عاصمة عمان ومن ثم الى مختلف محافظات المملكة. يعني انت بتحكي عن طلاب خاضوا التجربة بمختلف خلينا نحكي القدرات الاقتصادية. صحيح. والفرص المتاحة. ومن بعدها الحمد لله نجحت المبادرة بحيث انطلقت إلى خارج الأردن. كان معنا طلاب مشاركين من الأردن، فلسطين، لبنان، مصر والإمارات. نعم. تحدثنا عن موضوع التعلم عن بعد، علمنا الطلاب أنه تقبل الرأي المخالف، قد تختلف مع الآخر بس الاختلاف مش خطأ، اتقبل، اسمع، وتواصلوا. بالنهاية نوصل لنتيجة بحيث أنه كنا نخرج بتوصيات تفيد الموضوع، تفيد المدارس، المدارس استفادت من توصيات الطلاب. نعم. وهذا المجال فتح للطلاب أنه أستاذ أعطينا مثلا نحكي عن مواضيع ثانية، عن المناهج،
أعطينا نحكي عن دائما تحكوا ما هو صفات الطالب الذي نريده في الغرفة الصفية. يعني اسمح لي استاذ رعد، انت كلام تحدثت بكلام جميل جدا، وتحدثت انه اليوم قديش راي الطالب مهم في القضايا المجتمعيه، مثل حتى المبادره الثانيه التنمر. التنمر يعني موضوع مهم، وزي ما تفضلت في طلاب طلبوا منك انهم يعبروا عن رايهم على المناهج مثلا. نعم. لكن اليوم هذه التغذيه الراجعه، واليوم هذه المخرجات من هذه المبادرات، راي وزاره التربيه والتعليم بهذه المبادرات تحديدا، واليوم قديش شجعت المبادرات هاي ممكن تعبر عن شخصية الطفل وتنمي من شخصية الطفل حتى يبدأ رأيه من خلال هذه المبادرة والمواضيع اللي تختارها في هذه المبادرات؟ توجيهات في البداية، توجيهات العليا من صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، آمين، أنه دائما أعطي دور للشباب. طب أنا مشان أعطي دور للشباب أنا لازم أهيئهم. صحيح. الشاب ما بيجي جاهز بعمر 25 و35. اليوم إحنا بننظر، قبل شوي حضرتكم عملتوا لقاء مشان مجلس النواب القادم، التركيز على الشباب. طيب أنا مشان أهيئ هذا الشاب يدخل البرلمان ويمثل وطن، يقوي شخصيته من البداية. أنا بدي أبدأ من البداية. فوزارة التربية والتعليم اليوم بمناهجها وتعديل المناهج، باللحظة أنه صار التركيز على المهارات، صحيح، وتنمية قدرات الطالب. بطل منهاج فقط، لازم تربط المنهاج في نواحي حياتية، التربية والتعليم، وربط المنهاج نفسه، المادة نفسها اربطها بمشاريع حياتية، خلي الطالب يعرف شو اللي قاعد بيطبقه بحياته. احنا كانت للأسف يعني حتى أساليب التدريس السابقة اللي هو التلقين، المادة يتم تلقينها، اليوم لا، بدك تربطها بمجتمعك. فالتوجه حاليا نعم، نمي مهارات، طور مهارات، اشتغل على المهارات الاجتماعية عند الطالب وتنمية مهارة التواصل عنده. دخلنا من هذا الباب على موضوع المجتمع الخالي من التنمر. احنا بدنا نوصل لبيئة آمنة ومدارس آمنة، مدرسة آمنة اللي هي انه لما انا اودي طفلي على هذا المدرسة انا اضمن اليوم انه ما يرجع بعقد نفسية او مشاكل. للأسف كانت تواجه طلاب زمان ما كانوا يفهم هذا الطالب انه هو عم يتنمر، هو بيمزح مع صاحبه ممكن بس. فمن خلال اللقاءات اللي هي مبادرة هذا رأيي، كان في اقتراح أنه ليش ما نطرح فكرة التنمر. فتم استضافة أخصائيين تربويين وإداريين مدارس وأصحاب خبرة مع تجربة الطلاب نفسهم وللتجارب تعرضوا لها في حياتهم في مجتمعهم. فلما هم أطرحوا الفكرة وطرحوا التجربة صدقا يعني مش مبالغة، أنه تم معالجة جزء كبير من هذا الموضوع في المدارس اللي شاركت. من خلال إيش؟ من خلال عمل أنشطة مشتركة كانت بين المدارس، يعني في نفس الوقت هذا الأسبوع بين 4 دول أو 5 دول إحنا بنعمل نفس النشاط ونشاط مشترك. فكان في تنافسية بين الطلاب أنه مين بيعمل إشي أحلى. صحيح. كان الإبداع، ونقلوا فكرة أنه كيف أنا أتعامل مع هذا الموضوع. للأسف اليوم إحنا في مجتمعاتنا ما بدنا نعمم، ولكن الاعتراف بالمشكلة هو جزء من الحل. التنمر أصبح جزء من ثقافة، وعدم التواصل الطفل بمجتمعه بفترة كورونا دعمت هذا الشيء. كان موجود من قبل بس مع فترة كورونا الحظر الأطفال ما في تعامل بينهم حتى مع مدارسهم ومجتمعهم مع النظام والبيئة المحيطة فيهم، ما كان في تفاعل، ما كان في تعامل مع هذه الظاهرة ومعالجة لها، نمت. نعم. فالحمد لله حطينا أساس اشتغلنا عليه، اسمع الآخر، تقبل الآخر، تقبل الاختلاف. احنا مش شرط كلنا نكون صورة واحدة، احنا بالعكس اختلافنا هو اللي بيبنينا. لما أنا أتعلم منك تتعلم مني، أشوف نتبادل الثقافات الموجودة والخبرات الموجودة. وهذا اللي كمان لما سافروا الطلاب وشافوا مجتمعات أخرى ومجتمعات غريبة عنهم اتطورت هاي الفكرة، والحمد لله إيجابي. الحمد لله. الحمد لله. قديش أثر على شخصية الطلاب أستاذ رعد؟ يعني قديش لما الشخص أو الطفل اللي تعرض للتنمر وطلع حكى قصته ببطل عنده هذا الهاجس أو الخوف أنه حدا تاني يتنمر عليه، وبالعكس بصير أنه هو حقق نصر أنه تخلص من هذه العقدة. تعاملنا مع حالات مثل ما قلت لك، حالات حقيقية. البداية كانت بأنه يشوفوا قدامهم نماذج من ناس كبار صار عليهم تنمر. احنا مجتمعنا مش مقتصر التنمر على الصغار. طبعا تنمر دول على بعضها سياسي واقتصادي. يعني التنمر من يعني من اعلى مستوى وانزل للمجتمع بجميع مكوناته. فصدقا في البدايه حتى نكسر هذا الحاجز وحاجز الخوف جبنا لهم نماذج حيه حقيقيه من ناس كبار. نعم. وعلى مستوى
مختلف ما بين رياضيين، فنانين، إعلاميين، صار عليهم تنمر، لأنه هذول الفئة فعليا بتنمروا عليهم، اللاعب في الملعب بتنمروا عليه، الإعلامي، أي شخص هو عرضة لهذا الإشي. فالطالب لما شاف أنه لا، هي في حالات في مجتمعي، إذا أنا اللي صار معي، وشاف ناس بتحكي، الطفل لحاله بتشجع وصير يحكي. نعم. أستاذ رعد، اسمح لي بالبداية الحديث، تحدثت أنت اليوم أنه ما في سلبيات، في تحديات. نعم. صحيح. اليوم أبرز التحديات اللي واجهت الطلاب كمثل هذه المبادرات اليوم، هل وجدت صعوبة بعفواً تلقين الطلاب هذه المبادرات أو إدخال الطلاب على هذه المبادرات؟ أكيد كان هناك تحديات في البداية، وبعدين تأقلموا مع هذه المبادرات. ماذا كانت التحديات في البداية؟ 100%. هلأ حسب الفئة العمرية والمجتمع اللي احنا نتعامل معه، صدقا هاي كانت من أكثر الشغلات اللي واجهتني وممكن لليوم، اللي هو عدم القناعة بالأنشطة اللامنهجية والمبادرات اللي مثل هيك، لساتها جديدة على مجتمعنا. حتى وإحنا قاعدين اليوم بنقدم وبنركض في هذا المجال ومطالبين فيه، مع هيك دائما في ناس بتستغرب، بقول لك أنت مجالك رياضيات، شو جابك على المبادرات؟ في ناس، الطلاب نفسهم كانت في خوف أنه أشارك في مبادرة، أنا بديش أضيع حالي دروس، بديش. ما في، إحنا هون خطين متوازيين، لا هذا الخط بدخل على هذا الخط ولا هذا الخط بدخل على هذا الخط. بس لما بلشوا يجربوا اتعلقوا في الموضوع، فكان دائما الخطوة الأولى أنه أعطيه دفعة، شجعه، حمسه. فأحيانا لا، بدك تشارك. أنا يعني تشوف عند الطالب في الملكة أنه قادر، بس في خوف. صحيح. فدائما احنا برضو هاي لازم نزرعها باطفالنا، اعطيه مساحته. الخوف اللي انا برجع لاول نقطه حكيتها، انه احنا الطفل عندنا متعود على التلقين، في اي مجلس اقعد واسمع، صعب تيجي تقول له اعطي رايك، لا الكبار بيحكوا اسمع. بس اليوم لما احنا نعطيه هاي الدعمه وأكسر حاجز الخوف، خليه يعبر، وأنه عندي رأي، أنه الطفل يكون عنده رأي وتخيل، قادر على التعبير عنه، بس بأسلوب صح، بآداب الحديث، ما أتجاوز، عبر عن رأيك، عبر عن اللي بدك إياه، ما تخاف. بعد ما جربوا أبدعوا، ولكن دائما هي الخطوة الأولى. صحيح. فدائما صحيح. هذا تشجيع للجميع، للمدارس، للإدارات، لأولياء الأمور، لأي إنسان في هذا المجتمع، للمعلمين، فرصة للمعلمين كمان. لأي إنسان موجود، كان أولياء أمور، أي إنسان على تواصل مع هاي الفئة العمرية، أعطي فرصة للطفل. أستاذ رعد، في نهاية هذا اللقاء، ما القادم لهذه المبادرات؟ إيش اليوم حابين تطوروا عليها؟ لوين حابين توصلوا؟ إحنا مستمرين. إحنا الآن الموضوع تطور، صار في تواصل مع مجموعة من الخبراء بإعطاء ورشات تدريبية أونلاين. طالما التعلم عن بعد لازم نستفيد منه، هي مش مرحلة وراحت، بس لازم نحوله لأشي لصالحنا. فالآن إحنا متوجه لموضوع الورشات، تبادل الخبرات. كثير استضفنا مثلا موظفين في سفارات دول، تحدثوا عن موضوع القضية الفلسطينية وعرفوهم بالقضية الفلسطينية، عرفوهم بقضايا مجتمعية حولهم. صار الطفل بيقدر يتعامل مع شخصيات في مواقع متعددة. نعم. واكتساب الخبرات. صحيح. فالقادم إن شاء الله، إن شاء الله جميع المجالات مفتوحة، اليوم ما في إشي مسكر علينا، وين ما في طفل عنده حاجة، وين ما في موضوع ممكن يمسه، ممكن يطور من مهاراته، يطور من حياته، الباب مفتوح دائما. نعم. يعني احنا بنشكرك استاذ رعد القصوص، وشرفتنا في هذا الصباح، ويعطيك ألف عافية بالمناسبة على هذه الجهود الجبارة. الله يحييك. شرفنا. شكرا لكم.